هذا اليوم دعينا إلى هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، والحقيقة أنه ليس مجرد مهرجان، نحن ندعى هنا إلى التاريخ، إلى الغوص في مجاهل التاريخ. أعتقد هذا ملتقى حضاري ثقافي تنموي يشكل اهتمام المملكة العربية السعودية التي هي ضمن منظومة الدول الـ20 الأقوى اقتصادا في العالم، ليس فقط في الحضارة وفي التنمية وفي السياحة وفي الاقتصاد وفي النمو وفي الميزانية المليارية ولله الحمد، وإنما أيضا بالاهتمام بالتراث الإنساني. كانت الجولات التي قمنا بها محطة تلو محطة تكشف لنا عن مدى الاستعدادات الكبيرة المذهلة والعمل الاحترافي الرائع الذي يقوم به شباب هذا الوطن ممثلا بنادي الإبل والقائمين عليه. أيضا ذهبنا إلى الأماكن التي كانت يعني تعيش فيها هذه الجمال وتلامسنا معها، لم يكن الموضوع مجرد يعني تواجد نظري بقدر ما كان تواجد تلامس وتعايش مع هذا الحيوان الذي حقيقة بنيت عليه الحضارة السعودية، وليس الحضارة السعودية فقط، هو الحضارة الصحراوية في العالم ككل بنيت على ظهر هذا الجمل الحبيب الذي نحبه ويحبنا. هذا المعرض يليق بهذا المهرجان، لأنه يستعرض كل تاريخ الإبل منذ أن خلقها الله ورسمت على الصخور في الجزيرة العربية إلى ما قامت به من أعمال ومن أدوار تاريخية في تاريخ هذه الأمة وتاريخ هذا الوطن، دورها في تأسيس المملكة، دورها في حياة الإنسان. أكرر وأوجه شكري وتقديري للقائمين على نادي الإبل على هذه الحفاوة والاستقبال والعناية وعلى هذا العمل المشرف الذي نقدمه للعالم، نبرز أحد هوياتنا الثقافية التي ما زلنا نحافظ عليها منذ مئات السنين. الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.